سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل أحد أبطال الكوميديا في العالم العربي، هو ممثل كوميدي شهير، وهو لا يثير جو الإضحاك على المسرح فقط أو في السينما فقط، ولكنه يثيره حوله حتى كإنسان. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الكوميدي الضاحك الفنان محمد عوض. مساء الفل. يا اهلا. انت صوتك جاي عريض كالمعتاد يعني، لكن كمان مبحوح شويه. من المسرح. من المسرح. كل يوم 4 ساعات. ده يا لودو اللي ده 3 ماتشات كوره. الماتش بيبقى 1:30، ده بقى 4 ساعات، يعني 3 ماتشات كوره. فكويس قوي يعني، اللي فاضل يعني رحيق في الصوت كويس قوي. يعني بتطلع هلكان من المسرح للغايه. ولولا اذاعه قطر العزيزه ما كانش الكلام طلع. طب مبدئيا ممكن تطلع لنا بطاقتك وناخد بعض المعلومات عنك، اسمك وسنك واتولدت فين والى اخره. ده يعني بقى ده مش اذاعه، ده تحقيق. ده تحقيق. ده تحقيق. ربنا يستر. اذاعه قطر برضه. ده يعني حاولت وكيل نيابه ولا ايه؟ ربنا يستر. الاسم الثلاثي محمد عوض ناصر، عشان تبقى رباعي يا سيدي، يعني زادت كرم. تاريخ الميلاد 12/6/72. ليه جاي على روحك كده ليه؟ يعني عشان ابقى عيل. متزوج ويعول. يعول كام؟ 3 في عين العدو. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عادل، علاء، عاطف. اكبرهم عادل. عادل. علاء، عاطف. ما جبتش بنات يعني؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ مش عارف يعني حاولت في الحقيقه. بذلت اقصى جهد. ما انتش عارف تجيب يعني. مش عارف اجيب بنات. بذلت يعني كل اللي عملت اللي عليا. وباقت محاولاتي بالفشل. وهم 3 يعني بحاول ما يبقوش 4 يعني نسبة للمسرح. مسرح عادة يعني بيبقى 3 فصول، فقلت يبقى 3 عيال يبقى كفاية. كل واحد منهم فصل. فصل بايخ. فصل بايخ. افتكر البطاقة خلصت كده. البطاقة خلصت. وما تحب تعرف بناخد قد ايه سكر، قد ايه زيت في البطاقة، التموين، ولا بلاش كفاية كده يعني؟ لا كفاية كده. كويس. طب قول لي استاذ محمد عوض، ايه رايك في كلمه عوض دي؟ عجبك؟ انت سعيد باسمك؟ والله يعني ما كنتش مستظرفها زمان وقلت ايه عوض دي. قالوا لي اصل يا سيدي جدك، قالوا لي كده. النسوان القدام يعني في الاسره. قالوا لي ان جدك. الستات القدام. الستات القدام. ايوه. النسوه. النسوة. ايوه عشان تبقى مظبوطة. ايوه. قالوا لي اصل يا سيدي جدك جه على مش فاهم كام بنت، وكان ابوه نفسه يجيب ولد، فجاله الولد فصار عوض. طب ليه بقى كان حقهم يقولوا عوض؟ المفروض عوض. لا ما بيظهر لهم لدغ في الواو. تصور بقى لما يبقى الممثل الكوميدي محمد عوض. صعب قوي. هما ينطقوها على اي حال في الخليج كده عوض افتكر. ليه؟ عشان يعني محمد عوض يعني. كانوا يقولوا لي كده في ال. كانوا يقولوا لك ايه؟ محمد عوض. محمد عوض. طب قول لي انت واخد شهاده ايه؟ دراستك يعني؟ ليسانس اداب، وخدت قسم دراسات نفسيه اجتماعيه. يا ده انت خطير للغايه. وخدت
دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية. ده شيء عظيم جدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لكن دراستك في العلوم النفسية وكده بتستعملها على المسرح؟ تستفيد من علم النفس على المسرح؟ مؤكد. يعني تشوف واحد مبلم في المسرح ولوش معاك خالص واخد بالك انت او بتلاقي ناس يتخانقوا في المسرح ويزعقهم او ولد صغير بتتصرف ازاي؟ يعني هو بلا جدال يا استاذ طاهر بيبقى علم النفس مفيد في الحياه بصفه عامه، بصفه خاصه في التمثيل عموما سواء في السينما او في المسرح او في اي حاجه، يعني بيبقى مفيد علم النفس جدا في ان الممثل يكون دارس علم النفس. ولذلك لما رحت معهد التمثيل برضو ادونا علم النفس لانه مهم جدا، لان اي شخصيه بيبقى لها سلوك، فلازم يكون الممثل عارف علم النفس يقوم يعرف الشخصيه دي تبقى سليمه ولا تبقى مش سليمه، واذا كان شخصيه مريضه تبقى مريضه ليه، تبقى تتصرف ازاي. فبيبقى هام جدا لتكوين الشخصيه للتمثيل عموما ان يكون الممثل عنده باك جراوند من علم النفس علشان يدرس الشخصيه اللي هو هيمثلها عشان يعملها بشكل سليم. ده كلام سليم. طيب بمناسبه الكلام على علم النفس، هل انت شخصيه سويه؟ هل انت شخصيه متوازنه؟ يقولون يقولون ان الفنانين بصفه عامه وعلى الاطلاق ليسوا سويين تماما، لابد يكون في صموله مفكوكه، لابد يكون في التضاريس بالسليمه ولازم يكون في شويه جنان شعره، يعني شعره لازم، واللي يقولوا عليه الابنورمال والصاب نورمال ومعرفش مين ايه وايه، بس بيعتبروا ان الفنان لما يكون غير سوي يعني بمعنى كويس، يعني بمعنى كويس، لان في بقى ناس بيبقى من شخصيه غير سويه بس ده بقى يروح مستشفى الامراض العقليه منحرف يعني. ايوه ده بقى يعني هنا الفنان يحطوه في منطقه الموهبه، في منطقه البتاع، فبيبقى بيبقى كويس، يعني يكون غير سوي بيبقى كويس. ايوه. ابتديت تكتشف في نفسك موهبه تمثيليه امتى وازاي؟ هي في الحقيقه اكتشفتها من خلال الكشافة وحفلات السمر، يعني كنت في هذه الفترة فترة ثانوي مش مهتم بالتمثيل، لكن بحكم حفلات السمر اللي بتعملها في المعسكرات قلدت بقى، عملت مشاهد من مسرحيات نجيب الريحاني وانا كنت معجب بيه ايامها قوي، القاء نكت ما اعرفش ايه في السهرة ايه. طبعا الغنى ما تغزنيش ما ليش علاقه بيه لا من قريب ولا من بعيد حتى وانا صغير. لا صوتك يعني صوتك يدل يعني يعني يهرب المستمع يبقى ضرب ما تغنى ايوه تمام كده. فمن خلال الحفلات دي اكتشفت انه ممكن امثل يعني، واكتشفتها بشكل اكثر وضوحا يمكن في وقت متاخر، يعني تقدر تقول عليه في الثانويه العامه، يعني في توجيه كنت بمثل قبل كده حاجات دراما، حاجات ما اعرفش مين ايه، ادوار صغيره، لكن اكتشفتها بشكل واضح في من خلال بقى مسرح حقيقي، روايات حقيقيه، كوميدي، كان في توجيه ده البدايه. لكن انت كنت مرتبط كام؟ ما تسالنيش، هقول لك سنه مثلا 70. لا انت مولود سنه 72 يعني من 70 لحد 73 كل التواريخ هتبقى كده. ايوه. طيب كنت عاوز اقول لك، يعني هل انت وانت صغير كنت مرتبط بالمسرح؟ يعني بتشوف روايات، بتحضر مع والدك في مسرح، بتشوف روايات فين؟ في الحقيقه ما كنتش بشوف الفرق الكبيره، يعني ما شفتش نجيب الريحاني على المسرح خالص ولا مره في حياتك اطلاقا، بس كنت بسمعه كتير قوي يعني بسمعه في الراديو يعني كنت اسمع الروايه 3 4 5 9 مرات لا املها، يعني بسمع الروايات دي كلها. يمكن اول مسرح شفته هو فرقه يوسف وهبي، وكان في ظروف معينه كنت بعرف اخش يعني اتفرج ببلاش
ازاي؟ يمكن حد يمكن حد يلتقط الفكره ويجي لك في مسرحك برضه يتفرج ببلاش. ما هو عشان كده لما هحكي لك ازاي المستمعين هيصدموا لانهم مش عارفوا يعملوا نفس الحكايه. هو كان يوسف بيشتغل في المسرح اللي بيسموه دلوقتي مسرح 26 يوليو. ايوه. اللي هو الازبكيه الصيفي في جنينه الازبكيه. فكان في مدخل من مسرح الازبكيه في جنينه الازبكيه كان في نادي ضباط الشرطه. وانا كنت اعرف الغفير المبطشي هناك. فكل يوم اخش من باب الشرطه بالليل على اساس ان انا رايح نادي الشرطه، ابويا ظابط، ابويا ما اعرفش مين ايه، واجي جنب الباب واروح مزوغ داخل في الجنينه حيث الظلام دامس تماما، وافضل نايم على الحشيش على الخضره لغايه ما المسرح يطفي. كان السور سور حديد صغير قوي، حديد. أي. كنت بقعد عليه الثلاث فصول اثناء العرض. تيجي الاستراحه يروح بالدنيا منوره، اروح نايم تاني على الخضره عشان ما حدش يشوفني. دي بتيجي اللعب. وكان رمضان وكان يوسف وهبي بيقدم كل ليله روايه، فحضرت ال 30 ليله في هذا المكان. وببلاش. لا فعلا على رايك ما فيش حد من المستمعين هيفكر يعمل كده. وعشان كده بشتغل مسرح مقفول كمان. مسرح مقفول ما ينفعش التزوير فيه. طب استاذ محمد عوض. ايوه استاذ طاهر ابو زيد. امتى بقى ابتديت تبقى ممثل على المسارح وروايه ايه وايه اللي عرف الناس بيك كمحمد عوض يعني؟ انا بدات في الحقيقه يعني اول احتراف ليا ابتديت في فرقه ساعه لقلبك المسرحيه ولمده 10 ايام، وكان مرتبي في اليوم 70 قرش بما فيه بدل السفر لان كان في اسكندريه. ففي العشر ايام كان اجري 7 جنيه. طب هايل. لغايه دلوقتي ليالي منهم 3 ما خدتهمش. ده كان في صيف 56. في خريف في اخر السنه يعني، وكان ايامها العدوان الثلاثي، اشتغلت بعد هذا في مسرح الريحاني ولمده 4 سنين. تدرجت بين الادوار الصغيره خالص الى الادوار الثانويه الى الادوار النص نص الى رابع سنه كانوا وثقوا فيا وادوا لي بطوله المسرحيه بتاعت الموسم ده نفسه. كان اسمها حاسب من دول. بعد ال4 سنين دول انا سبت الريحاني ورحت فرقه ساعه قلبك المسرحيه. بعد ما بقت فرقه مسرحيه بقى بتقدم 3 فصول. وقعدت 2 سنين. وبرضو كنت باخد بطوله. لكن اللي خلت بقى الجمهور العريض يعرفني من خلال في الحقيقه مسارح تلفزيون. ايوه. ولذلك بعتبر نفسي انا وكثيرين يعني بنعتبر روحنا يعني صناعه تلفزيونيه. صناعه تلفزيونيه. روايه ايه بالذات اللي شهرتك يعني؟ مسرحيه جلفدان هانم. كنت بعمل فيها عاطف الاشموني مؤلف الجنه البائسه. وانا اعتقد انها عرضت في منطقه الخليج بالكامل اعتقد هذا يعني. والكلام ده كان سنه 61. ده تاريخ مظبوط بقى. ده التاريخ المظبوط. 61. وبعد جلفدان هانم. طبعا الباترينا الكبيره باعتبار ان ده التلفزيون. فعلا بقى التقيت بالجمهور المصري وبالجمهور العربي من خلال شرائط التلفزيون. وتوالت المسرحيات بعد بالفدان، مطرب العواطف. ليه ما بتعيطش ليه؟ زعلان. زعلان؟ اه. الف مبروك. زعلان ليه ان شاء الله؟ انسه مجد. ايه مالها مجد؟ قاعده في الجنينه بتعيط. بتعيط صحيح؟ اه. ليه؟ المنظر اللي شافت فيها ابوها ده صدمها صدمه جامده جدا. وانت كمان يا اخي. انا؟ البنت بتحبك وانت مستقل فيها يا استاذ كمال. مستقل فيها؟ اه. طب ده انا؟ ايوه. لا ولا حاجه. ما دام لا ولا حاجه
حاجه بقى، انا فهمت كل حاجه. انت بتحبها يا استاذ؟ ايوه، لكن هي ما بتحبنيش انا، بتحب كمال وجدي اللي بيعيط، كمال وجدي المزيف، كمال وجدي اللي مرسوم بالبوية، زيها زي كتير من البنات اللي في سنها بيخدعهم مظهري. لكن اذا عرفتني على حقيقتي هتنصدم، هتنصدم يا استاذ رؤوف. ماجدة رايحة فين يا ماجدة؟ استنى عليك هدومك رايحة فين؟ وراك مطرح مدفون. اذا عرفت في اللوكان ده هقعد في الاوضة اللي جنبي، واذا سافرت هسافر معاك، واذا اتجوزت واحدة ثانية هطلقك منه، واذا مت هموت انا كمان. استاذ رؤوف افندم، ممكن سيادتك تتهوى شويه؟ اخرج يعني دقيقه واحده لو سمحت يا فندم. مش مهم دقيقه 2 3 10 15، مش مهم، المهم نجيب نديه. ماجدة. ايوه يا عالي يا ماجدة، باشا مين اللي بتقولي عليه؟ انت ما بتحبنيش عشان انا صغيره وعندي 16 سنه. ايوه ده سبب. طيب وفي سبب تاني؟ طبعا في سبب تاني. ايه هو؟ انا اكبر منك في السن 15 سنه يا مان. طب يعني اذا كان عندي 19 سنه وانت عندك 20 سنه كنت حبيتني؟ يمكن. طيب انا ممكن اتظاهر ان انا عندي 19 سنه. ايوه بس انا مش ممكن اتظاهر ان انا عندي 20 سنه. مش مهم السن، كفايه ان اسمك كمال وجد. كمال وجدي؟ طب ايه رايك ان انا ممثليش كمال وجدي؟ ايه؟ ايوه كمال وجدي ده اسم الشغل، كمال وجدي ده اسم الشهرة، لكن اسمي الحقيقي عبد الغني ميضة. ميضة؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي واحدة في سنك مش ممكن تحب واحد اسمه ميضة؟ ابوه كان بيشتغل ترابي. ترابي حنوتي مش مهم. كفاية ان انا الليلة دي كنت اسعد مخلوقة وانت بتغني على المسرح، والدموع نازلة من عينيك، كنت عايشة معاك بكل جوارحي. ماجدة. ايوه يا كمال. انا عايز اقول لك على حاجة مهمة. انت مش بتحبيني عشان بعيط وانا واقف قدام الجمهور بغني؟ طبعا. طب ايه رايك ان عمري ما عيطت بدموع حقيقية وانا واقف قدام الجمهور؟ مش معقول. يعني دموعك الليلة دي ما كانتش حقيقية؟ وعمرها ما كانت حقيقية. مش ممكن. مش ممكن اصدق. انت بتحاول تبعدني عني، قول لي انك بتكذب عليا، قول لي انها دموع حقيقيه ولا هموت نفسي هنتحر. لا مش دموع حقيقيه. امك كانت ايه؟ مية بصل. اصل وصوره العبيط نمره 2 يكسب اخلص ذوق في العالم، ولا العفاريت الزرق، ايه الخطبه، ايه الكلمه الثالثه، سفاح رغم انفه. الى ان شكلهم ظريف وانت قاعد تعدهم كتير. كتير منهم مسرح عالمي ومنهم مسرح كوميدي ومنهم حاجات باللغه العربيه الفصحى. قال و فيهم حاجات بالفصحى؟ مسرحيه بالفصحى. عملت روايتين لمولير، طبيب رغم انفه ومقلب سكافان، ده كان باللغه العربيه، والخطبه لويلدر مترجمه يعني باللغه العربيه، والكلمه الثالثه لمؤلف اسباني برضه مترجمه باللغه العربيه، اسمه اليخاندرو كاسونا، من اصل عربي. يعني هو اسباني لكن من اصل عربي. وكوننا فرقه الكوميدي المصريه. ايوه. عملنا فيها الطرطور، وعملنا مش فاهم كلام رجاله، وعملنا طبق سلطه، وانضم للفرقه وبقينا فرقه كبيره، عملنا الوحده العظيمه الفنيه انا وفؤاد وشويكار، وعملنا هالو دولي اللي هي اخر عمل. طب عظيم يا استاذ محمد عوض، هل انت في رايك اللي بيساعدك على انك تبقى ممثل ناجح ملامحك ولا صوتك ولا حركتك ولا ايه؟ ايه؟ هو في الحقيقه كعناصر لابد انهم يجتمعوا مع بعض. يعني الصوت لوحده مش كفايه، الحركة لوحديها مش كفاية، لازم كل هذه العناصر مجتمعة يقوموا يعملوا شخصية ممثل. أي. يعني طعمه، يعني بدأ الطعم بتاعه. طب انت بتؤمن بالفارس ولا بالكوميديا؟ يعني هندخل في الموضوع اللي بيثار في كثير من الأحوال
وهو انه الضحك بالحركات وبقصد الاضحاك ولا الضحك يكون ليه هدف، والرواية نفسها والمواقف نفسها هي اللي بتضحك الناس. يعني انا في الحقيقة احب اكتر الكوميديا الهادفة، خصوصا للدول النامية بتبقى محتاجة في الحقيقة لكلمة حلوة تتقال، خاصة كل المجتمعات العربية من المحيط للخليج، يعني في منطقة تطور وفي منطقة أفكار جديدة مع أفكار قديمة، المجتمع العربي كله في مرحلة تطور بيبقى محتاج فعلا لكلمة يقولها الفنان. من هنا أنا بميل في الحقيقة للكوميديا الإنسانية أو للكوميديا الاجتماعية، ودي في الحقيقة بتخلي الضحك أعمق و... لكن أنا ضد الناس اللي بيحقروا من الفارس. يعني في بقى وجهات نظر، وجهة نظر بقى تانية تقول لا ده كلام فاضي، يعني الكلام الفارس الضحك للضحك ده كلام فاضي ولا يجوز ولا يصح ولا ولا ولا، في الحقيقة ما بيحطوش في مكان، لأن طبعا الضحك في حد ذاته هدف بلا جدال، ولما يستطيع الفنان أي فنان أنه يضحك الناس لمدة 3 ساعات يعني سرقهم من مشاكلهم لمدة 3 ساعات بدليل نجح في أنه يضحكوا، ده في حد ذاته هدف عظيم جدا، يعني ان الواحد ينسى مشاكله. والانسان المعاصر مليان مشاكل ومليان دوشات ومليان ودماغه مزدحمه نفسيا وعقليا وكله، فانا لما نسيه ده لمده 3 ساعات دي حكايه عظيمه جدا. طب. بيكون شعورك ايه وانت بتبص تلاقي الناس بينفجروا في موجه الضحك وكده وانت على المسرح؟ بيبقى مزيكا في ودني، يعني ضحك الناس بيبقى مزيكا في ودني. حلو تعبير. طب وبيبقى شعورك ايه لما تعجز عن اضحاك الناس وهم في المسرح؟ خطير ومرعب حقيقي. خاصة في المسرح، يعني في السينما لو الفيلم مش ناجح قوي يعني ما بيبقاش خطورته زي ما الناس قدامي وانا بمثل، واذا ما ضحكوش دقيقة وبعدين ما ضحكوش لمدة 2 دقيقة وبعدين ما ضحكوش لمدة 3 دقايق او لمدة 5 دقايق ده يعمل لي انهيار عصبي. يعني انت ممكن تستحمل الصدمة الاولى فقط او الثانية، لكن ستكررت الحكاية. خطير. لكن اظن على الممثل الكوميدي انه يكون ثابت القدم، انه يكون عنده قدرة تحمل، يعني لو فاتت منه موقف او نكتة بيستعد للتاني، اللي فات منه التاني ممكن يلحق روحه الثالث وهكذا. شوية عضلات يتحمل الصدمات النفسية المثبتة. لكن لابد يكون كمية الضحك في النهاية مقنعة. وإلا بقى العرض فاشل، ويبقى الجمهور باعتباره الحكم الأول والأخير بيقول العرض ده فاشل. طيب تقدر تقول لي، طبعا الممثل على خشبة المسرح وخصوصا الممثل الكوميدي بيتعرض لمواقف ومآزق وحاجات مفارقات غريبة جدا. طبعا بتكون رصيد ذكريات او رصيد حواديت لطيف، ممكن ناخد منك حدوتة او 2؟ هو في الحقيقة في العمل المسرحي اليومي لا يخلو يوميا من ازمة. ازمة صغيرة ازمة كبيرة، لكن العمل اليومي المسرحي لا يخلو من ازمة، وتبقى بعض الازمات مش ضحك تبقى تراجيدية، بعض الازمات بتبقى تراجيدية. وبعض الازمات بتبقى ضحك. بنتعرض، لان بيبقى ممنوع الفنان المسرحي ممنوع من انه يعيا، ممنوع انه يبقى تعبان، ممنوع انه يبقى زعلان، ممنوع جميع الممنوعات.
تماما. خصوصا المسرحي بالذات اللي عنده عمل يومي يومي يومي، مثلا هالودو ليدي في عرضها لتاني سنة. فلتتخيل طبعا ان خلال سنتين الواحد معيش، مش ممكن، لازم مرة انفلونزا، مرة لوز، مرة كحة، مرة برد، مرة يعني لازم. فلازم نشتغل بكحتنا، ولا يبدو ان احنا عندي كحة، لازم اشتغل بلوزي ولا يبدو ان عندي لوز. صحيح بتكلم على مسرح وبعمل، لكن المفروض ان انا بقدر الامكان ما ده ما يبانش. فطبعا في ازمات كتير خالص، لكن احكي لك اذا يحكي لك حدوته صغنططه وسريعه من ايام الهوايه. من ايام الهوايه لانها يمكن تبقى ضحكه اكتر، ولانها ايام الهوايه. وكان على وجه التحديد في تكوين فرقه تمثيل كليه الاداب عين شمس، وكنت انا اللي بكونها لان كان لسه الجامعه جديده. وكان بنعمل روايه للرحلة. فجه العميد ندالي وقال لي انتوا هتعملوا روايه ايه؟ قلت له الدنيا ماشيه كده بتاعت الريحاني. قال لي ده كلام، يعني البلد يبقى فيها احداث وطنيه، وكان في ايامها مسائل وطنيه مش فاكر ايه هي بالظبط يعني. قال لي ده كلام، شوف لي يا اخي لازم تعمل روايه وطنيه جنب الروايه الكوميدي، ما يصحش كده. هو برضه في ضيوف وفي اساتذه ومش فاهمين ايه، ولازم تبقى روايه وطنيه. قلت له ده الحفله يا فندم فاضل عليها ثلاث ايام، ده اجهز امتى؟ قال اتصرف لا سمح الله. لا 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 يا ابني. في الحقيقه اتزنقت وقلت طب يا ربي طب هلحق اعملها ازاي ديت. المهم انا مروح وسرحان خالص في المشكله دي، وانا في العتبه كان في موقف اتوبيسات هناك، جابني من شبرا ودانا بتاعه ومروح، فلقيت واحد قاعد في الاتوبيس قدامي وفاتح الجرنان على الصفحه الاخيره، ومسرحيه فصل واحد تاليف الاستاذ بكاسير. ايوه الله يرحمه، لانه برضه هو ده مؤلف جلفدان هاني. يعني يمكن يشاء القدر اني في الهوايه عملت روايه وطنيه وبعدين جلفدان في الاحتراف. فبصيت على الصفحه من وراه لقيتها مسرحيه وطنيه من فصل واحد وحاجات زي كده. رحت لادي الواد على الجرنان، خدت جرنان قريت، لقيت روايه من فصل واحد في مكتب رئيس جمهوريه امريكا، ناسي اسمه في الفتره دي كان مين. والمهم انه عنده في مكتبه ميسيس روزفلت، ومعاه سفير بريطاني، ومعاه سفير الاسرائيلي، وما اعرفش ايه، وقاعدين بيتكلموا، وهي روايه وطنيه وحاجات كده، وهل من مصلحه امريكا انها فعلا تساعد اسرائيل ولا ايه ولا ايه. روايه وطنيه، ده كانه نفس الموقف النهارده تقريبا. قريتها لقيتها تصلح، وهي فصل واحد اهيت يعني كويس، والباقي جوه الجرنان. رحت راجع الكليه ووزعت الادوار، خدت انا دور رئيس الجمهوريه، رئيس جمهوريه امريكا، وبسرعه شديده اديت لواحد دور سفير اسرائيل ودور سفير انجلترا. وايامها جبنا ممثلات مش تلميذات معانا في الجامعه، ممثلات من بره، واحده فيهم ب 2 جنيه والثانيه باين بجنيه ونص، وما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. والمهم ان قلنا يعني هنتصرف، ويبقى يعني نتصرف، مش ضروري الحفظ يبقى كويس. وانا حطيت النسخه قدامي على المكتب، وحطينا نقينا فوتيات كبيره من اوضه العميد حطيناها على المسرح عشان تسمح ان كل ممثل نحط وراه الملقن بتاعه. ايوه عشان يلقنه. بدات الروايه، والروايه قدامي على المكتب. يعني الملقن ينام تحت الكرسي ورا الكنبه ورا الكرسي. ويلقن كل واحد يلقن اللي قدامه، والجمهور مش شايفه طبعا. والجمهور مش شايفه كويس، والاساتذه قاعدين. كل الاساتذه بتوع الكليه واساتذه خواجات موجودين. وكان الاستاذ انيس منصور كان ايامها معيد في الكليه في قسم فلسفه، قاعد بيترجم للدكاتره الخواجات اللي ما بيفهموش عربي، بيترجم لهم الروايه. وبدات المسرحيه، وكنا بقى طبعا الجزء الاولاني ضروري يكون محفوظ اكتر، فمشينا ثلاث اربع صفحات وانا بقلب برضه في الروايه وماشي. حصل خطا بسيط، وهو ان اللي قاعد ورا سفير اسرائيل ملقن سفير انجلترا، واللي قاعد ورا سفير انجلترا
الملقن بالنسبه لاسرائيل. ده بسيط، ده اخر لخبطه. فابتدى الملقن يقول للممثل، فيقول له لا ده مش كلامي، ده مش كلامي، لا لا لا. فدوك يصغده ويقول ده ده ده. ابتدينا ما نعتمدش على الملقنين لان الملقنين غلط. ابتدينا نعتمد على ذاكرتنا، على الذاكره، واحنا مش مذاكرين. فبصيت لقيتهم من صفحه 3 لقيتهم بيكلموني في صفحه 9. فاللي انا في الكشكول على صفحه 9 لقيهم رجعوا لي ثاني على صفحه 4. ارجع ثاني على صفحه 4 عشان الحقهم، نلاقيهم بغبغنا تماما ولخبطنا تماما والجمهور مش فاهم حاجه ابدا 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 ابدا، لان احنا قاعدين بنعك فيما عدا الاثنين. فاللي انا في الكشكول على صفحه 9 لقيهم رجعوا لي ثاني على صفحه 4. ارجع ثاني على صفحه 4 عشان الحقهم، نلاقيهم بغبغنا تماما ولخبطنا تماما والجمهور مش فاهم حاجة ابدا 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 ابدا، لان احنا قاعدين بنعك فيما عدا الاثنين اساتذة خواجات سعداء جدا بالرواية عشان مش فاهمين، لان انيس منصور بيترجم لهم رواية تانية خالص غير اللي بتعمل، والاساتذة قاعدين هم دول الاثنين السعداء الوحيدين. واضطريت ان انا طبعا اقوم عشان اقفل الستارة، لان طبعا ده كلام فاضي وكان الجمهور كان هيبتدي يضربنا بالقوطة لو كنا استمرينا. وابتديت اشوف ايديهم بتتمد على الجاتوه والتورته والفاكهه اللي موجوده اللي كان فيه بيبقى فيه وقدام الستار عن اول روايه بنعملها على مسرح الاداب بفشل شديد للغايه. لكن الحمد لله اللي زي ما تتكررش بعد كده. لا الحمد لله، لا بطلنا. استاذ محمد عوض حبيبي قلبي، شايف المدام بتاعتك قاعدة دلوقتي وانت بتتكلم حاطة ايديها في جيوب البلطو وتبص لك باعجاب لا مزيد عليه، نظراتها يعني بتعمل لك اطار غريب قوي، فايه الحكاية يعني؟ هي فرحانة بيك هي؟ ما اعجابها الشديد ده دليل انها هبلة. وعشان كده انا اتجوزتها. لازم لا لقيت اكثر المعجبات بيا هبلا وجوزتها. لا دي ست عظيمة جدا الحقيقة. تسمح لنا ان احنا نسمع صوتها ولا انت راجل حمش وما تحبش الست بتاعتك تنكشف على حد؟ لا ما هو ما دام ان هتاخد صوتها بس يبقى كويس قوي. ايوه مدام، ايه رايك في استاذ محمد عوض في البيت؟ شايف هو بيهرب ازاي؟ مش عايز يتكلم. لا اتكلمي وقولي بالظبط. طب ما انت كده هتودينا في داهيه، انت كده هتودينا في داهيه باذن الله ان شاء الله. انت بقى بره البيت مدهون ببويا يعني. الظاهر. لا هو اصله مش موجود كده. يعني قولي اللي انت عايزاه، قولي اللي انت عايزاه بحريه. شايف التهديد؟ شوف اياك يعني قولي الحقيقه يعني، بس هو تقولي الحقيقه يعني ايه؟ قولي يعني خدي راحتك في الكلام. قولي بس ما تقوليش. بس ما تقوليش اوعى يعني. لا قولي يا كده ما تقوليش طبعا. وديني واقف اهوت. هات خرزانه يا ابني ولا حاجه عشان خفت انت خلاص. خفت انا خلاص. هو راجل كويس؟ طبعا. يعني كويس جدا. تحب اتمشى شويه وارجع لك؟ تحب اتمشى شويه وارجع لك؟ متخافش، احنا عارفين شجاع جدا تقدر تقف في مواجهتك. تفتكر انك تخوف انت يعني ناس كتير قوي؟ لا ما بخوفش، بس هات الخرزانه يعني كده بطلب خرزانه يعني عايز اسلحه. طب هل هو رجل مرح داخل البيت؟ هو رجل طبيعي يعني داخل البيت. احيانا بيكون مرح، واحيانا بيبقى جد زياده عن اللزوم، احيانا يبقى عصبي. لما بيبقى جد زياده عن اللزوم بيبقى شكله ايه؟ اصل يعني الواحد يقرف طبعا يعني. ها؟ لا بيبقى شكله ظريف قوي. مفيش ساعه بتزهقي تقولي له يا اخي اشمعنى بس بره قاعد تضحك وتعمل وبين اصحابك وبتاع وساعات جوه البيت كده ولا ها؟ لا هو يعني شخص طبيعي. يعني طبعا مش بيضحك طول الوقت كده بدون مناسبه. لكن يعني شخص طبيعي. طب اسالك سؤال. مش كفايه كده الفنان لا مش كفايه. الفنان الكوميدي بيتعرض كتير على المسرح لانه يعني يخرج شويه في نكته في كلمه في حركه تكون قدامه ممثله دلعه شويه ما اعرفش ايه الى اخره يعني. دخلت انت على اسئله صعبه. طبعا بتروح المسرح انت. طبعا. شعورك ايه؟ لا الحقيقه ما اتضايقش. ما اتضايقش على الاطلاق. انت اتجوزتيه وهو ممثل؟ اتجوزته في بداية حياته الفنية يعني. في بداية حياته الفنية. وعارفة ان ده شغل الممثل يعني. طبعا.
مفيش اي مشاعر غيره او خلاف او كذا او كذا او كذا، ولاك منه هو راجل طيب؟ لا هي هي حاليا هي حاليا فعلا يعني ما تتاثرش بمسائل غيره وبتاع، لكن زمان لما كنا لسه مخطوبين وفي مجال للغيره وكان لسه مش متعوده هي على الوسط الفني وحركات على الوسط الفني، كان بيجي يزورني في مسرح الحان من التقاليد المسرحيه العاديه خالص ان رجاله وستات نبوس بعض اول ما نلتقي في اول الليل. اتفضل. يمكن حد عاوزك تعمل له مسرحيه ولا لا حاجة. لا ما يعني قول له مش انا مش انا في قطر دلوقتي، انا في قطر. فمن التقاليد العاديه عندنا في المسرح ان نبوس بعض، واذا ما بوسناش بعض يبقى متخاصمين. دي تقاليد عاديه خالص، ده سلام يعني. بس شافتني بقى بوس واحده على الست، اتفضل بقى يكملك وعينك ما تشوف الا النور. ايوه فعلا خدت لي العلقه يوميها بقى بالخربانه اللي انا كنت بطلبها دلوقتي، وابتديت اشرح لها يا ست دي التقاليد المسرحيه بتاعتنا والله العظيم، اذا ما كناش بنبوس بعض يبقى احنا متخاصمين، وان ده سلام عادي خالص، وان البوس ده لا يعني شيئا ولا لا لا فلا فلا وحاجات. طب مدام تحبي حد من ولادك يبقى ممثل كوميدي؟ ما عنديش مانع. ايه السبب يعني؟ يعني بحس ان اي واحد عنده موهبه فنيه يعني بيعيش حياته مرتين يعني. حياه بالطول والعرض. بالطول والعرض. والعمق. والعمق. كويس ماشي بجد. ماشي الاسئله ماشي. طيب. بلاش خرفانه يا ابني. بلاش خرفانه. طيب. استاذ عوض بقيت نجم في روايه ايه؟ في جلفدان. في جلفدان. عاطف الاشموني ده مؤلفة انا البائس. ايه الثمن اللي بيدفعه الممثل خصوصا الكوميدي عشان يصل الى مرتبة النجومية؟ سؤال صعب ده. انت واخد علم نفس. في الحقيقة زي ما لخصت لحضرتك قبل كده بيبقى مشوار طويل قاسي جدا. اهم العناصر في الحقيقه هو الاخلاص المتناهي، حب العمل الى اقصى حد، ممارسه العمل، ممارسه المسرح. في الحقيقه بيبقى مشوار طويل ومرهق عشان لان اصلها يعني قصه مش سهله الحقيقه يعني. الدراسه المستمره، الواحد لازم يقرا، لازم يشوف، لازم يمارس، لازم ايضا مع كل ده مع طبعا مع الاخلاص، وطبعا اصلا لازم يكون مع الموهبه. يعني بذل متتالي. وفي كل مره عمليه خلق بتخليه يعني زي ما يكون بيصفي كل خلاياه. مسؤولية كبرى. مسؤولية كبرى. مسؤولية كبرى. ايضا مهم جدا ان الفنان يبتعد عن الغرور. هام جدا. وانت مبتعد؟ انا مبتعد. مبتعد تماما عن تماما 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 تماما. ده يمكن لو حبيت اقول صفة كويسة في نفسي فاقول دي. طيب. امال مين المغرور؟ اللي ما وصلوش او اللي يبقوا مش ناويين يوصلوا اكتر مما هم عليه الان. كل ده عشان يبقى الممثل نجم، وحينما يصير نجما تتضاعف مسؤوليته ويتضاعف الجهد ويتضاعف الاخلاص ويتضاعف المسؤوليه بتضاعف. طب ايه المقابل بقى اللي بيحصل عليه النجم؟ بيديله ساتسفاكشن، بيديله قناعة بهذا اللون من بهذا اللون من الحياة يعني. يعني أعظم حاجة في الحياة إن الإنسان يحقق أمانيه. فإذا كانت أماني الممثل أن يصير نجما فحقق الهدف. ودي بقى مسألة يعني يبقى الإنسان حقق نفسه، حقق ذاته، حقق أحلامه، حقق يعني أحلامه. الرضاء الفني يعني. إنه يبقى الرضاء الفنية. المتعة المستمرة بقى في لقاء الناس، في انه يسمع ضحك الناس، في انه ينجح
في انه يسعد الناس مساله كمان يعني ثمن عظيم. ثمن عظيم بيدفع قصاد ده خصوصا المسرحي يعني ما بقاش مبالغ لو قلت لك انه بيدفع عمره. يعني سيبك من الجهد الكبير وفي الوقت نفسه بيستمد عمره على المسرح ويستمد عمره من العمل. طيب ايه رايك في صوتك الاجاش العريض ده؟ معجب بيه؟ هو في ناس كتير يتهيأ لهم ان ده مش صوت حقيقي. ليه؟ بيحس ان يعني صوت مستعار حاطط حاجه في بقه. بيتهيأ لهم كده. بيتهيأ لهم كده يعني. يعني ناس كتير يقول لما يقابلوني في الشارع او يتكلموا معايا او بتاع يقول شايفة يا اختي ده صوته كده حقيقي يا سلام كده. لكن اهو يعني انا مبسوط منه من ناحيه انه بيعمل هو احد بيعمل شخصيه للشخصيه. عمل شخصيه للشخصيه. طب غنيت انت بالصوت ده يا ترى؟ ما حصلش انك غنيت ابدا؟ غنيت في فتره العواطف لحنين لبليغ حمدي كده مره واحده. مره واحده وكان ايامها يعني لسه خارج من اغاني ام كلثوم ملحن ام كلثوم. يعني فجي لحني وكان هو التسجيل كله كان على البيانو بس. البيانو. وكان الموزع الكبير اللي اسمه اندريا رايدر الله يرحمه برضه كان هو اللي بيعزف على البيانو وما كانش يعرفني وما كانش يعرف ان انا ممثل مسرحي وان دي روايه فكاهيه. ففاكر ان انا واد غني اصطدت بليغ حمدي وقلت له يا بليغ اتفضل انا عايز اغني. انت بتلحن ام كلثوم؟ عايز كام اتفضل. يعني فاكرني مطرب. فابتدينا التسجيل فصدم صدمه شعواء. مطرب العواطف. وعلى مضض شديد وبقرف شديد بين على ملامحه وهو قاعد على البيانو بيعزف البيانو وانا بسجل. خلصت الاغنيه وكان بقى وصل التقزز الى مداه. كان عاوز يقوم يضربك يعني. عايز يقوم يضربني فعلا. وخلص اللحن وقام لابس الجاكيته وعايز يخرج يعني على اساس انه خلص. فبليغ قال له لا لسه يا اندريا لسه في اغنيه ثانيه. قال اغنيه ثانيه؟ انت جايب القصايب ان انا داهيه ده. وجري بره الاستوديو جابوه من العتبه عشان يكمل الاغنيه وقال له ما هو مش ممكن اسجل مع ده ابدا ده مطرب ده. ففهموا كده بقى يعني فهموا لي مسرحيه كوميدي واني مش فاهم ايه وده إيه عشان يقبل يرضى يقعد على البيانو عشان يسجل معايا. لكن وقتها طب نسمع كده صوتك في مطرب العواطف. نسمع بريت الحزن ليه وقفلت الباب عليه. لو سابك يوم شبابك لو سابك يوم شبابك الدنيا تسوى ايه تسوى ايه. شبابك يا حلوة في احتجابك حرام يا شبابك يا حلوة في احتجابك. قول لسبب عذابك الله لا يكسبك. يا مناسي الهلو ده تبين لي الزمان
مش وحش قوي للدرجه اللي انت بتقول عليها يا باي. دي مجامله رقيقه ولا لا؟ ولا انا نفسي حلوه يعني. انت نفسك حلوه قوي طبعا طبعا، والجمهور راخر نفسه حلوه في انه رضي يسمع الاغنيتين. بتحب انت مين من اصوات الممثلين الفكاهيين وهم بيغنوا؟ هو في الحقيقه من الكويسين اللي عنده ودن كويسه، ودن مش صوت، هما كلهم يدعو كلهم زي حالاتي كده مقززين في الغناء يعني. لكن اللي عنده ودن امين عنده ودن، امين الهنادي، فؤاد عنده ودن موسيقيه، مدبولي برضو عنده ودن. وانت عندك ودن؟ عندي ودنين بس مش موسيقيين يعني، لكن كلهم صوتهم اعوذ بالله من نفس هذا الطراز يعني. كلهم. طيب ايه رايك في تكوين الكوبليهات الاثنين يعني، دويتو اثنين يبقوا مع بعض باستمرار يعني، فؤاد وشويكار، مين كمان؟ كان في دويتات كثيره زمان في الوسط الفني في الفكاهه ايام سعد قلب خصوصا. يعني كان في بيجو بلمعة، كان في الفتاوى وفي هلاو، كان في دويتات. طب انت ممكن تبقى دويتو مع مين ولا ما تحبش؟ في الحقيقه ما احبش، لكن انت بتحب دلوقتي. انا بحبك. لكن انت دلوقتي مع فؤاد وشويكار. كسراتي مش دائم، لان يعني من خلال الكوميدي المصريه فرقتنا يعني، دي مره عملناها من باب الفاكهه، لكن العروض القادمه هو هيبقى مستقل في روايه وانا هبقى مستقل في روايه، ويبقوا الكوميدي المصريه شعبتين ونلتقي تاني بعدين. لانه في الحقيقه بيبقى سلاح ذو حدين الدويتات، ومحتاجه التصوير باستمرار عشان الناس تحس بالتجديد. بس واحد زي فؤاد وشويكار ده 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 دويت ناجح. يعني متفصلين على بعض يعني. وده بيحملهم مسؤوليه انهم باستمرار عشان يقدموا عمل ناجح، انهم يعملوا بيعملوا جهد كبير في انهم عشان يظلوا في الصوره الجميله اللي الجمهور بيحبها. مدام احسن روايه بتحبيها للاستاذ محمد عوض ايه؟ ده سؤال صعب. يمكن اقول لسيادتك اغلى روايه عندي يمكن جلفدان هانم، لان هي البدايه يعني. يعني ليها ذكريات عزيزه يعني. دي اللي شهرته يعني. كنت معاها انت في جلفدان هانم؟ قصدي بتستنيه في المسرح لما يخلص. طبعا. وتاخدي ايده تحط ايدك في ايده انجاجيه وبتاع ويستند عليكي. في الحقيقه كنت حامل في الشهور الاخيره في ابني الصغير. اللي هو عاطف، وسميناه لما اتولد بقى عاطف تيمنا بعطف الاشموني. اللي بطل. ظريف جلفدان هاني. طب استاذ عوض، انت في دور في اي روايه انت حسيت فيه انك ارضيت نفسك يعني وصلت الى القمه فعلا، او يعني ما يقرب من القمه؟ طبعا دور عطف الاشموني ده من ضمن هذه الادوار. روايه اسمها نمرتين يكسب، لان كان فيهم اربع شخصيات ودول محتاجين للعب يعني. لازم يتلعبوا الاربع ادوار لانهم اخوات، وكل واحد له خلق وله سلوك وله شكل مختلف تماما عن اخوه التاني. اربع اخوات. وده في المسرح صعب قوي جدا. لما قدرت اعمل هذا الاستقلال السلوكي في الشخصية وفي السلوك وفي الشكل بين كل شخصية والتانية، كنت حاسس برضا يعني عن رواية. يمكن ناس الجمهور العريض ما يعرفهاش قوي، لان عملتها في المسرح العالمي اللي قلت لك عليها بتاع المؤلف الاسباني، اسمها الكلمة التالتة. دور كان يعني محبب الى نفسي قوي، لانه له ابعاد كتيرة في الحقيقة، وكان محتاج ل عشان تتلعب الشخصيه دي يعني عايزه شويه كنافا كويس يعني. بتقدر بتقدر تعمل كنافا كويس؟ احيانا واحيانا لا. يا بخت مراتك بيك. كنافا مش بالكنافا في المطرح. طيب استاذ محمد عوض، انت تلميذ الريحاني، او معنى اخر هل انت امتداد لمدرسه الريحاني؟ يعني ارجو ان الريحاني يوافق على هذا. طبعا يعني الريحاني كإنسان عظيم، أنا بقصد أرجو إن الريحاني يوافق إن أنا امتداد لمدرسته.
انا ما انا انا واخد بالي انا واخد بالي من اللي بتقوله وانا مش بتكلم على الريحاني كشخص ولا كمدرسه 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 فنية. هل انت من هذه المدرسه ولا انت من يعني مدرسه اخرى؟ لا نفس المدرسه. اي نفس المدرسه بتاعه الكوميديا الإلهامية الكوميديا الاجتماعيه اللي هي انا بتكلم على المدرسه الفنيه الطريقه طريقه الاداء. لا انا بالمعنى العام يعني ككوميديا انسانيه ككوميديا اجتماعيه انما بالمفهوم ده انا اقول ان انا انما طريقه الاداء مختلف ولا شك. لا مختلف تماما. يعني انت مدرسه يعني يمكن الصوت فيه شبه يمكن ما اعرفش من ايه يمكن ايه لكن انت مدرسه حد في طريقه الاداء؟ لا يعني انا احب المسرح شاب وذوقهم يعني بحكم سنهم كان مسرح يعني استيل قوي هادي الحركه كده. انا يعني احب المسرح الشاب الحركه كتير كده يعني. طب ممكن في جوله سريعه ناخد خصائص زملائك الفنانين الكوميديين تجرؤ والله ولا تتحرج؟ والله ايوه اتحرج. هم كلهم عظام و موهوبين جدا وطعمين جدا وعسل جدا كده يعني اقدر اقول كده يعني خلصت يعني خلصت يعني. طب ليه مفيش كوميديانة يعني لمعت قوي زي شويكار مثلا ومين تاني؟ خيرية كوميديانة كويسة. ايوه خيرية احمد. نبيلة السيد كوميديانة كويسة. طبعا كان في الله يرحمها ماري منيب كانت كوميديانة كبيرة. طبعا زينات صدقي كانت كوميديانة كبيرة. انا بقول الجداد يعني الجداد الجداد ما فيش كتير يعني. ما فيش كتير يعني الرجال الكوميديانات اكتر كتير. حصل في مرة انك قمت بدور واحدة ست على المسرح؟ على المسرح وفي السنة وفي السنة في المسرح يعني في رواية ايه؟ يعني راجل عمل ست لكن ست من الاول للاخر لا لا طبعا خصوصا صوت دي ايام يعني. الهوايه قوي زمان قوي واحنا عيال قوي لكن وانت كبير لا ما حصلش. اظن تبقى ست بالصوت ده فظيعه مغريه جدا يعني وتدعو قبل ما تتجوز لازم تتطلق يعني اول حاجه تعملها تتطلق الاول قبل ما تتجوز. بس وشك حلو والله. ميرسي ميرسي يا صاحبي متشكر يعني على الله يكون مستمعين سامعين الحديث يعني على الله. طب هسالك اسئله سريعه كده ربنا يستر. قال يعني اللي فات كان بطيء. اتفضل. لو كنت انسان غير محمد عوض كنت تحب تكون مين؟ كنت احب ابقى دبلوماسي. انسان انسان تقول لي مين؟ مين؟ تقول لي اسمه. مش بقول لك فالدهايم. دبلوماسي. يعني كنت تحب تكون دبلوماسي فعلا؟ ولما تنقي دبلوماسي تنقي اعلى دبلوماسي في العالم. العالم ما هي طموح قوي. ما هي دناوه بقى. ما هي دناوه تقولي شخص. طيب لو كنت حيوان لا مؤاخذه غير محمد عوض. لا لو كنت حقيقي حيوان. الحيوانات جميله جدا. في بقى في. كنت تحب تكون ايه؟ كنت احب ابقى قرد. يعني بلاش اقول لك حمار يعني عشان يعني بلاش لان الحمار اصل حمار قوي فخليه قرد ظريف كده برضه ياكل سوداني برضه ويتنطط ويتنطط طب لو كنت ووشه احمر. لو كنت طائر طير يعني لو كنت طير لا اطير حواليك لا اطير حواليك يعني الهدهد ظريف ايه ظرفه يعني؟ الوانه كده الاجنحه بتاعته الوانها جميل وما بيدبحش وده مهم قوي يعني كنت هقول لك حمام بيدبح ساعات بيدبحوه في بعض الاساطير عشان مش عارف دمه يعمل ايه عشان واحده تحمل. طب ارجع ممكن ارجع في كلامي؟ ممكن ارجع في كلامي وابقى مثلا حدايه عشان ما تدبحش ابدا. لو كنت نبات كنت بتحب تكون ايه؟ انا احب الملوخيه شخصيا واحب الباميه بس هقول لك احب ابقى ملوخيه. اسمح لي تصور بقى يعني من نبات فل فل
ايوه فل فل ياسمين ايوه فل ايوه وكان الراجل يبقى ماسكك ويجري على العربيات ايوه ويعلقه في 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 صدور الحسنوات ولو ان انا مراتي الحمد لله ما خدتش بالها منكم. طيب لو كنت جماد كنت تحب تكون ايه؟ جماد. يا سلام يا سيدي. لو تحب تبقى لو كنت جماد كنت تحب تبقى ايه؟ يا سلام على السؤال. ايوه يا سيدي. كنت احب ابقى مكتبه. يا سلام. شفت دي؟ شفت دي؟ ايوه. والناس يقروك. والناس يحطوا جوايا كتب. ما انا بحاول. اغلى ما عندهم. ما انا بحاول اقراك دلوقتي. او خزنه. او خزنه. عشان الناس تحط كل فلوسها جوايا. شفت دي؟ وتاخدها انت. يا ريت باعتبارك خزنه. تبقى بايخه لو خدوها تاني يعني. لو كنت لوحه. مش لوح. اسمي لك اسمها ايه بتاعت الجوكوندا. يا سلام. شفت ازاي؟ تعرف عنها ايه الجوكوندا؟ ما اعرفش حاجه عنها ابدا اكتر من انها بتدبح في اللوفر وغاليه قوي واني لما ابص لها من اي مكان هي ما بتتباعش هي معروضه في اللوفر بيدعوا النسخ بتاعتها النسخ بتاعتها التقليد لما تبص لها من اي مكان تلاقيها بتبص لك بتبص لك انا استغربت قوي في الحقيقه لما قوي عشان ده ما صدقتهمش لا فعلا فعلا. طب لو كنت اله موسيقيه كنت تحب تكون ايه؟ القانون يعجبني قوي القانون ايوه او لما بسمعه شرقي بيبقى وبه هو بيقول كده ايوه طب اخر حاجه اسالها لك يا استاذ حمر تحت امرك ايه الاغنيه اللي خلتك تحب؟ قطتي صغيره واسمها نميره عشان كده رحت للقطه الكبيره لا كانت صغيره مين الممثل الكوميدي العالمي اللي بيبهرك واللي بتتمنى انك انت تعمل بعض اعماله؟ بلا جدال شارلي شابلن. شارلي شابلن. وانه برضه مدرستنا بتاعت الكوميديا الانسانيه والاجتماعيه تعتبر يعني نفس المدرسه. هو شارلي شابلن من مدرستك بتقول من مدرستنا. من مدرستنا ايوه يعني بس بقى يعني العميد يعني زي ما تقولي العميد بتاع المدرسه. طيب استاذ محمد عوض اشكرك واحييك ومضطر ان انا انهي هذا الحديث الظريف لان الشريط خلص. انا اللي اشكرك جدا واحييك واحيي كل المستمعين ونرجو ان احنا نلتقي بالشعب العظيم ده قريب ان شاء الله. ان شاء الله. أيها السادة مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.